انت بتغزر بيا اتش؟ مش انت قلت هتيجي معايا التمرين النهارده؟ حقك عليا يا حبيبي والله، غصب عني. سفريه بسرعه كده سريعه، ولما ارجع هعوضها لك والله. اذا ايه انتباه ثابت. تمام يا فندم، تمام يا فندم صبور، جزيل التنفيذ. شكرا. اتفضل دور الميدان. أنا واقف قدام بطل جسمه مستحمل من 40 ل 50 شظية. إيه شكل الألم اللي ممكن يكون حصل وقتها؟ إيه الرقم ده أصلاً؟ 40 50؟ كنا متحركين في مهمة كده كلفتنا بيها القيادة، وإحنا متحركين اشتبهنا في جسم، كان اشتبهنا إن هو عبوة ناسفة، فقربنا ناحيته فاكتشفنا إن هو هيكلي مش عبوة مفعلة. بعدها اتحركنا تاني بحذر فشوفنا عبوة تانية فعلاً، وكانت عبوة بمجرد إن إحنا قربنا ليها انفجرت العبوة، والحمد لله ربنا كرمني وخدت منها بعض الشظايا في جسمي، وما زال في جزء في جسمي وجزء الحمد لله خرج من جسمي. ربنا كرمني. الحمد لله، ورجعت تاني وبعدين خدت طلقه في صدري، وحاليا انا في مدرسه الصاعقه وبدرب قاده الصاعقه. دايما نسمع جمله عقيده الجندي المقاتل المصري. ايه العقيده دي اللي بتخلي الجندي يتصاب يروح يرجع تاني، يصمم يرجع تاني لارض المعركه عشان يكرر نفس اللي عمله تاني؟ العقيده دي طبعا هي بتتزرع اصلا في كل البيوت المصريه. فهو انت بتشربها الاول في البيت، وبعدين بتطورها وبتشربها في الكليه الحربيه، وبعدين بنطلع نتعلمها من القاده بتوعنا، وبعد كده لما بنقابل القاده القدامى اللي هم حاربوا في 73 وفي حروب الاستنزاف، ما بتسمع منهم طبعا القصص والاساطير بتاعتهم اللي كانوا بيعملوها مع العدو، بتبدا تبني جواك عقيده هم ازاي كده. فانت لما بتتحط في الموقف ده بتعرف هم ليه ازاي كانوا كده، وبالتالي بتبدا تطلع اللي عندك كله في سبيل الله والوطن، وبتلاقي نفسك بتعمل اللي كنت بتشوفه قدامك صعب بقيت انت بتعمله، وممكن اكتر كمان. كل مره حضرتك بتسافر فيها بتسلم على اولادك قبل ما بتسافر وبتقول لهم سفريه صغيره وراجع، ولا بتتجنب اصلا ان انت تشوفهم عشان يعلم هترجع تاني ولا لا؟ متعود ان انا كل مره لما باجي امشي بسلم عليهم، وهي دي بتبقى المره اللي انا مش عارف انا راجع تاني ولا لا. فالمره ديت كان كل مره بيبقوا نايمين، فالمره دي كان وانا بسلم عليهم كان عندي سيف الله وياسين كانوا ساعتها نايمين، فوانا بسلم على ياسين لقيته صحي. بابا كان صاحي. خلي بالك العدو هيعمل لك حفره ويستخبى لك فيها، تقوم انت رايح الناحيه الثانيه وتضربه. حاضر يا ياسين، يلا نايم انت، تصبح على خير وانت بقى. حضرتك حسيت ان دي كلها اشارات بتقول لك ان في حاجه، ان المهمه دي مختلفه عن اي مهمه تانية؟ والله انت ساعات برضه بتحس ان هي اشاره، بس برضه في نفس الوقت انت واخد قرار خلاص، وبعدين احنا متكلين على الله، وبعدين كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو قبل لحظه الاصابه او قبل لحظه الشهاده بيبقى صاحب النصيب حاسس بكده؟ بص، هو ربنا بيلهم الواحد ببعض الحاجات هناك وهو شغال، وسبحان الله حصلت برضه معايا في مره من المرات ان انا شفت ان انا بتصاب فعلا، وان انا فعلا باخد طلقه. و عايز اقول لحضرتك ان ده مثلا ما بيقللش الموضوع وما بيخليكش مثلا تتردد لحظه، بل بالعكس هو بيخليك تطلع تاني، لان انت عندك عقيده ومقتنع ان كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. حضرتك عندك 4 اولاد، ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم. لو حد منهم جه بكره وبعده لما يكبروا ان شاء الله وقال لك انا عايز اطلع زيك، عايز اكون زيك، هتقول له ايه؟ هقول له لا انا عايزك تطلع احسن مني كمان. ازاي؟ ظابط برضه مقاتل ولا في اي؟ لا هو كل واحد يختار مجاله اللي هو فيه، ولو طبعا بقى ظابط لازم يبقى احسن واحد في المجال بتاعه، يعني اي شغلانه، بس المهم يبقى مقاتل فيها وعنده ضمير يدي اقصى حاجه عنده فيها ان شاء الله. حضرتك كنت من المحظوظين اللي خدموا مع الشهيد احمد منسي، فاكر حاجه قالها لك مستحيل تنساها؟ هو كان طبعا دايما بيوصينا خلي بالكم، ما تتهورش وانت شغال في شغلك، دايما تعمل حسابك، اهل نفسك، عد نفسك كويس عشان يوم ما تلاقي ربنا ان شاء الله تبقى انت عديت نفسك مظبوط، فلما تبقى حتى وربنا كرمك بالشهاده تبقى شهيد مقبل، ودايما خد الموضوع كده بالعقل. طيب ممكن تكلمنا عن رحله العلاج بتاعت حضرتك بالتفصيل؟ طبعا هي رحله العلاج بتبقى طبعا نفسيا اكتر من بدنيا، لان الالم بيبقى وقته هيزول، انما انت اهم حاجه تكون مؤهل نفسيا ان انت عايز ترجع تاني وتكمل. عايز اقول لحضرتك ان انا بعد كل اصابه كنت بحس ان انا بقيت احسن من الاول صحيا وبدنيا، فبالتالي ببقى نفسيا احسن وببقى عايز ارجع تاني اكمل نفس اللي انا كنت ماشي عليه. هل صحيح ان بمجرد لمح البصر للعدو بتكون متخيل السيناريو اللي جاي؟ انا ببقى شايف اللي هيحصل لما بشوف العدو بتاعي قدامي. هو انا بمجرد ان انا نزلت وشفت العدو انا كده الحمد لله انا كده تمام جايبه، يعني مفيش مواجهه مثلا ممكن تحصل ما بيننا ولو ربنا الحمد لله بينصرنا. سيادة المقدم قلت لك من شويه ان حضرتك من المحظوظين اللي خدموا مع الشهيد احمد منسي، وعايز اقول لك دلوقتي ان انا من المحظوظين اللي قابلوا حضرتك، وان اهم حاجه انا اتعلمتها منك فكره ان الواحد يبقى عنده عقيده، وفكره ان الواحد يربي ولاده ازاي. لو كل واحد ربى ولاده بالمبدا ده اكيد هيبقى عندنا اجيال بتسلم اجيال، يعني هيبقى عندنا زي ما عندنا مقدم اسلام هيبقى عندنا بعد كده بكره وبعده زي المقدم اسلام وزي الشهيد منسي. ان شاء الله يكون في احسن من مقدم اسلام، مفيش حاجه هتوقفنا ان شاء الله، مفيش حاجه هتوقفنا باذن الله.